وحول الذكرى الثانية بعد المئة لثورة العشرين ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ فايز الشاووش. أهلا ومرحبا بك. حياك الله. في الذكرى الثانية بعد المئة على نشوب ثورة العشرين، شهد العراق ثورات وانتفاضات سابقة ولاحقة على ثورة العشرين، بما تختلف ثورة العشرين عن بقية هذه الثورات والانتفاضات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بكل فخر واعتزاز نمر بهذه الذكرى العظيمة وهي ثورة العشرين ورجالها رحمهم الله. هي ثورة أحرار العراق من كل قومياتهم وأجيالهم، ولكن ما تختلف هذه الثورة عن ما جاء بعدها هي اجتماع رجال الدين وشيوخ العشائر والمفكرين في جميع مناطق العراق، والتي جسدت في حينها الوحدة العراقية في جميع مدن العراق وعشائره الكريمة. وبكل تأكيد من حفز ضد المقاومة ضد البريطانيين هم جميع من انتخب وأمته ودينه. ومن هنا انطلقت ثورة العشرين من أمثال الشيوخ العشائر في جميع محافظات العراق، أمثال شعلان بن جون وشهير الهيروس وشيخ ظاهر الحمود وغيره والحبوبي والخالصي وغيرهم الكثير. وبالتالي أصبح ثورة العشرين ورجالها رحمهم الله من مقاومة وقيادات هي مشروع فكري وعملي ونفع لدى كل الأجيال من بعدهم. لذلك انتهبت أحفادهم وكل راحت نخوة وغيرة بمقاومة الاحتلالين الأمريكي والفارسي بعد 2003، شعورا منهم بأن الأوطان لأهلها وليس للعملاء والخونة والمأجورين. ومن هنا بكل تأكيد نفتخر نجدد فخرنا بهذه الثورة التي قاعدت أقوى قوة بالعالم في حينها هو الاحتلال البريطاني ومن تحالف معهم، والذين حافظوا على وطنهم وشعوبهم وعشائرهم، وأصبحت ثورة شرف وكرامة تمجد بها كل الأجيال من بعدهم. لذلك لم يبقى محتل في أي بقعة في العراق أو في الوطن العربي إلا وأن يقاوم من قبل المخلصين ومن قبل الغيارة ومن قبل أصحاب الغيرة والضمائر الحية دفاعا عن أوطانهم وشعوبهم. أكثر شيء يميز ثورة العشرين أنها كانت متعدية للطائفية، هل تعتقد أن الظروف الآن تتيح للعراق أن يتخطى الطائفية التي زرعها المحتل الأمريكي فيه؟ يعني نحن ذكرنا قلنا في جميع مدن العراق أي محافظات العراق، وبكل التأكيد عندما تكون في جميع محافظات العراق هي تتميز بأنها لا توجد في حينها طائفية. ومن كان على رأس هذه المقاومة في وقتها هو كان لا تأتي على هذه الطائفية لا من بعيد ولا من قريب، وإن كان في أي محافظة في العراق، وهذه تتميز عن بعدها من مقاومة الاحتلال الأمريكي مثلا والاحتلال الفارسي، التي للأسف جاءت حفلة من السياسيين أصبحوا يلعبون على الوتر الطائفي في حينها، فلذلك لن تستمر هذه المقاومة ولم تجد لها ذلك الصدى مثل مقاومة ثورة العشرين في حينها. ولكن عندما يتوحد الشعب وتتوحد العشائر وتتوحد الجاريين ويبقى أمامهم قوة الوطن والشعور بالمسؤولية الشرعية والوطنية والعربية، فبكل تأكيد تنتصر المقاومة وتطلب كل عملاء ومرتزقات الاحتلال إن كان في ثورة العشرين أو ثورة أو الاحتلال المقاومة ضد الاحتلال البريطاني والفارسي. إلى أي مدى يمكن أن تبث ذكرى ثورة العشرين الروح الوطنية لدى العراقيين للتخلص من الاستعمار الأمريكي والإيراني الجاثم على صدر البلاد؟ يعني ما تكون هناك بأنه صرخة أو اعتزاز بثورة العشرين لما قامت مقاومة
ضد الاحتلال الامريكي والفارسي بعد 2003. وبالتالي المطلوب هو في كل مقاومه ناجحه وكل ثور ضد الظلم في حال تقوم يجب ان يكون هناك شعب موحد، شعب يشعر بمسؤولياته، شعب يشعر بوطنيته ويحافظ على ثرواته وعلى سيادته وكرامته. وبالتالي في المستقبل اعتقد بان الان اصبح العراق كذلك يدعو سعي نفس قيادات انقلت بقليل عن قيادات 23 للتخلص من الاحتلال الامريكي والفارسي، لان لا مطر ولا مناص الا بوحده الشعب والا بتحرير البلدان من عملائها ومصدقتها وتحريرها من الدول الطامعه في حيرات العراق وكرامه العراق وسياده العراق. فيما لو تحرك الشعب الواعي للتخلص من الاحتلال الأمريكي والإيراني الجاثم على صدر العراق والعراقيين والناهب لمقدرات هذا البلد، ما هي أهم المعوقات التي يمكن أن يواجهها في سبيل تخليص البلاد من المستعمر الجديد؟ يعني هو يعني الأشياء التي تنفع المقاومة أو تنجح المقاومة في مشروعها هو أن تكون هناك رجال دين، هناك رجال عشير حشائر، هناك مفكرين ومثقفين تبحث عن الطريقة أو الإيديولوجية التي تكون المقاومة الناجحة ضد الاحتلال. وبالتالي عندما يبتعد الشعب العراقي والأحرار يبتعدون عن المأجورية وعن التأثير المادي، هناك بكل تأكيد تكون مقاومة ناجحة وتكون لها حاضنة اجتماعية قوية، لها حاضنة لا تأمن بالمقاومة، لها تكون قادات المقاومة، والمقاومة هي نفسها لديها ومخلصة، وأن تكون هو الوحيد خلاص العراق من الاحتلالين الأمريكي والفارسي ومن مرتزقته وأحزابه وميليشياته وأدواته الرخيصة. المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ فايز الشاوش كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.